كنشكروا الصحافه الموضوع عاد منفرده. المشكل اللي كاين هو انه في اطار سياق الطريق الجهوي الرابطه بين تازه وحسين، ما المقاول اللي مكلف بهذا الطريق وتتمه هذا الطريق بمنطقه تيزي وسلي بخصوص المجال الترابي لجامعه تيزي وسلي، المشكل بان تقريبا شهر ثلاثه العام اللي داز. الممثل السابق ديال الجامعه المحليه في انطوف طلب من الساكنه باش يعطيو التزام السيد المقاول على اساس يعطيو الطريق، على اساس يعطيو الارض لتوسيع الطريق. سمعنا هكذا درا ربما غيكون القلاع ربما هذه وهذه وهذه، بقى المشكل الا ان الشركه كانت جد متطوره وتحالف وتنسيق دئابي مع مجلس الجماعه ديال تيزي وسلي، جا استغلوا الفرصه ديال زمان الحمله الانتخابيه بالضبط. هنايا الناس مشغولين بالفعل الانتخابي واذا بالشركه كدوز الطريق او كتقول بان الطريق مصلحه عامه، ما بيناتش ان النيه الحسنه ديالها انشاء القلعه. والمهم تقريبا وصلوا الطريق تقريبا 6 كيلومترات، يلا منعوا شي ثلاثه، وانا العبد الضعيف سميتي صالح الخواخي منعت، قلت اودي ما يمكنش انا نعطي لك توسع الطريق الا الا عطيتي لي الترخيص، لان الا ما عندكش الترخيص ديال انشاء مقلع ولا دير شي حاجه انا غنكون شاركت في الجريمه قانونيه بالتالي خصني نتعاقب عليها. بقى المشكل كيتطور كيتطور، المهم داروا مقلع، حاليا كيستعملوا التفجيرات باطنان، والاخر اللي عندها تاثير سلبي سلبي بزاف على الخطا النباتي والغبره والامراض، وربما انه كنتوقع انه مستقبل الساكنه غيمشي بالخصوص لان غيتمسات الفرشه المائيه، بالتالي هذه الساكنه اللي عايشه في هذه البيئه يعني بيئه دهورت الى واحد الدرجه كبيره جدا، اذا غنكونوا امام ظاهره التهجير ولا معاناه داخليه. هنا كنلتمسوا من السلطات المحليه اللي كتشوف المشكل امامها، ما بغاتش تدخل، ما بغاتش دير اي حاجه. الى حدود الساعه ما لا الاخر الشركه كنقولها جيبوا واش عندكم شي ترخيص من الوزاره، كيقولوا راه عندنا ترخيص شفوي، ما كاين حتى شي حاجه شي وثيقه كتثبت انه عندهم ترخيص ولا شي حاجه. المهم على اي حال راهم هما خدامين، ما عرفنا النوع ديال المقلع، واش مقلع باطني واش مقلع الاشغال العموميه، كيستعملوا التفجيرات باطنان وتاثيرات على الغطاء النباتي على السكينه والغبره على الطريق. كنطلبوا السلطات العليا تجي تحل معنا المشكل، لان ديال القانون ديال استغلال المقالع ربما ما مطبقش نهائيا. والغريب في الامر، الغريب في الامر اللي مشكل كبير، انه حتى الا بغاو يديروا هذا المشروع كان من اولويات يشاركوا الساكنه، في حين انه استغلوا الحمله الانتخابيه باش يغيبوا الساكنه عن الحوار وعن اهداف المشروع. دابا كنطلبوا من السلطات المحليه تحضر باش تحل المشكل وتهز هاد المشاكل ديال المقلع والاضرار المواطنين. والسلام عليكم.